الفردوس أشرف منازل الجنة وأعلى درجاتها وخير نعيمها، فليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن. من الفردوس تتفجر أنهار الجنان. سأل موسى عليه السلام ربه عن أعلى أهل الجنة منزلة، فقال الله سبحانه: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فينبغي لكل مسلم أن يعلي همته حتى ينتهي إلى خير النزل ويسأل ربه الفردوس الأعلى، كيف لا؟ وقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال الفردوس الأعلى،